يا امير. امير مساء الخير عليك، مساء الخير يا كابتن فاروق، كنت اخبارك ايه؟ مستنيك تغلط، كنت مستنيك بقول لك تغلط. ايه، بص انا بقول امير عبد الحليم واسلام برضو، يعني انا قايل صح ودخل في ودني بيقول لي امير عبد الحليم، قلت له امير عبد الحليم. خلي بالك عشان امير عبد الحميد زميلي، فانا دايما بقول امير عبد الحميد. ف انا شخصيا بتلخبط يعني، بهزرك. حبيبي يا امير، مبروك على الجواز، ودايما يا رب الله بخير كده يخليك ان يا شاء رب، الله حبيبي، الله ربنا يبارك يخليك. فيك، وانا دايما ببقى بسعد بوجودي معاك، ربنا وطبعا يخليك بسعد يا بوجودي مع كل مشاهدي قناة حبيبي، كابتن. حبيبي امير، نور دايما باستمرار. يعني قول لي، يعني بالنسبه للتسريب ده وصحته كمان، من عدم صحته وبالتالي نادي برشلونه وميسي نفسه لجوا للقضاء طبعا ضد هذه الصحيفه. هو الحقيقه صحيفه موندو ديبورتيفو من اكبر الصحف الكتالونيه، يعني الناس اللي بتتابع اخبار الدوري الاسباني عارفه ان يعني برشلونه اكبر صحيفتين بيتابعوا اخبار برشلونه في كتالونيا وهي موندو ديبورتيفو وسبورت. اللي بيشجع ريال مدريد عارف ان صحيفه ماركا هي الصحيفه المقربه من اداره ريال مدريد، واللي دايما اخبارها بتبقى صحيحه فيما يخص الطريقه اللي بتفكر فيها اداره ريال مدريد. فالتسريب اللي حصل امبارح ده او اللي نشر النهارده في موندو ديبورتيفو كان صادم، لان بيتزامن مع اخبار ان برشلونه عنده ديون تصل لمليار ونص. فالتسريب بيقول ان ميسي بيحصل على راتب، او من 2017 حصل على ما يقرب من نص مليار من برشلونه، اللي هو رقم كبير جدا. احنا بنتكلم ضخم. كده ان هو تلت الديون اللي على برشلونه، وطبعا هو ميزانيه ضخمه، يعني احنا بنتكلم نص مليار ده يعني ميزانيه انديه، في انديه ميزانيتها كده وتقدر ان هي تحقق بطولات وتقدر ان هي توصل لمراحل متقدمه في دوري ابطال اوروبا، فالرقم ضخم جدا وكان عامل صدمه من امبارح الحقيقه في الاوساط الرياضيه في اسبانيا وحتى في العالم كله. خصوصا ان تجديد عقد ميسي الاخير كان بيتزامن مع رحيل نيمار عن برشلونه، ففي ناس ربطت ده بان والد ميسي اللي هو وكيله واللي كان بيتفاوض مع اداره برشلونه وقتها ضغط على اداره برشلونه، لان اداره برشلونه ما كانتش هتستحمل طبعا رحيل نيمار وميسي في نفس لميسي في الوقت، نفس الوقت، صحيح. فضغط عليهم علشان ياخد الرقم الكبير ده ويقدر يحقق اكبر استفاده. شاطر قوي ابو ميسي، شاطر. شاطر جدا، الاب المثالي. صح، عارف يربي وعارف. ما شاء الله عليه. فالناس تعاملت، طب يعني بفكره ان الولاء وفكره الوفاء اللي ميسي دايما بيتكلم عنها في احاديثه الصحفيه واللي دايما بيتم تصديرها للجمهور، لا مش موجوده. ان لا يا ميسي، انت بتحقق استفاده كبيره جدا من برشلونه يمكن ما فيش لاعب في العالم بيحققها، لان ده رقم ضخم جدا. الحقيقه بيتكلم عن يعني ما يقرب من 155 مليون في الموسم، رقم ضخم ضخم ده جدا. بالبونص ولا من غير البونص ده أمير؟ لا ده من غير البونص، هو بالبونص بقى المبلغ ده كله وصل لان هو يبقى 555 مليون، اللي هو رقم يعني اكتر من نص مليار، رقم يعني خزعبالي الحقيقه، رقم كبير. بنتكلم ان رونالدو نفسه لما انتقل من ريال مدريد ليوفنتوس ما دفعش فيه ال 155 دول، دفع يعني دفع فيه 100 مليون. ورونالدو هو منافس ميسي على ان هو الافضل في العالم، فطبعا الرقم ضخم، عمل النهارده صدمه كبيره، خصوصا ان ده بيتزامن طبعا مع المشاكل اللي كانت بتواجه ميسي مع اداره بارتوميو، اللي في النهايه انتهت بانتصار ميسي ورحيل بارتوميو، لان فكره ميسي لبرشلونه مش فكره لعيب عادي او ان هو افضل لاعب في العالم وكان وبيلعب في برشلونه، لا فكره ان ميسي هو برشلونه نفسه ابن النادي، لدرجه بالظبط. يعني ابن النادي. احنا امبارح شفنا بعض المدافعين عن موقف ميسي بيقولوا ان حتى لو ميسي بياخد المبلغ ده فما نقدرش ننكر ان سمعه برشلونه جايه من سمعه ميسي، وفي سبونسرز رعاه جم لبرشلونه وادوا لهم مليارات علشان ميسي مش علشان قيمه النادي نفسه. ففي دلوقتي نوع من انواع الانصدام، الناس مش عارفه هل ده طبيعي لان ده افضل لاعب في التاريخ وافضل لاعب في العالم والهويه بتاعه النادي فياخد المبالغ دي كلها، ولا لا كان لازم يتحط وقتها خط فاصل ما بين مستقبل النادي وان احنا عايزين نبني فريق جديد ونبص للمستقبل، ولا يا ميسي الرقم ده مش هيناسبنا. ده بيتزامن بقى مع ايه يا كابتن فاروق؟ مع ان ريال مدريد مش عايز يكسر سقف التعاقدات بتاعته في في نفس الوقت مفاوضاته مع سيرخيو راموس اللي هو قائد ريال مدريد وابن وروح ريال النادي مدريد برضه. بالظبط. وحتى كمان وصلت لدرجه ان صحيفه ماركا اللي لسه كنا بنتكلم عليها في
بتأدينا. صحيفة ماركا المقربة من إدارة ريال مدريد ابتدت ترمي تلميحات للناس إن ريال مدريد بيقول لراموس شوف مصلحتك شوف حالك، وبيعظمه في بريز، وإن فلورنتينو بريز رئيس ريال مدريد مش هو اللي بيرضخ للاعب، وإن طالما راموس وصل ل 35 سنة فعليه إن هو يقبل بعرض النادي اللي هو التجديد لمدة موسم. في المقابل إدارة باريس سان جيرمان عرض تاريخي وخيالي لراموس إن أنت تلعقد ثلاث مواسم وفي الموسم 15 مليون. وده مش اللي هيطور ريال مدريد طبعا. فهي دلوقتي حرب صحفية ما بين الصحافة المقربة من ريال مدريد اللي بتعظم من شأن إدارة ريال مدريد والصحافة الكتالونية اللي بتحس كأنها بتقول لميسي طيب. يعني يلا شوف طيب. مستقبلك. أمير بتفسر بإيه بقى؟ يمكن يعني بعد التسريب والكلام اللي بتقوله ده بتفسر بإيه بقى لجوء ميسي للصحافة أو للقضاء هو ونادي برشلونة بعد ما أصدر بيان؟ يمكن هل ده يعني حفظ ماء الوجه ولا الوضع بالنسبة لهم إيه؟ هو في النهاية انا ما اظنش ان ده هيوصل لحاجه في الاخر، لان العلاقه متوتره من بدايه الموسم، العلاقه متوتره. حتى ميسي نفسه لما اختار، لو تفتكر في بدايه الموسم لما حصلت المشكله ان لما ميسي طلب الرحيل عن برشلونه ودخل في خلاف مع اداره بارتوميو، ميسي لما حب ان هو يتكلم في وسيله اعلاميه ما اختارش وسيله اعلاميه اسبانيه، اختار موقع جول العالمي، وده لان ميسي ما بيثقش كل الثقه في الصحافه الاسبانيه. فبتحس ان كان الصحافه الاسبانيه شايله منه شويه، اللي هو لا يعني هنردها لك. فهو ده الرد. هناك الموضوع يمكن الناس هنا في مصر ما بتبقاش مترجماه شويه، بس هناك الصحافه فعلا والاعلام ممكن يوصل للدرجه دي، لدرجه ان هو بيعظم في لاعب، بيعظم في كيان، بيعظم في اداره، وفي المقابل لما بيدخل معاهم في خلاف بتلاقيه ان هو الخلاف ده بيبتدي ان هو فعلا يترجم ان انا بسرب لك عقود وان انا بضرب لك صفقات. يعني الصحافه هناك، وحتى كمان يعني اعتقد ان الناس شايفه ده بيحصل مثلا مع محمد صلاح في انجلترا. ناس كتيره شايفه ان الصحافه الانجليزيه جايه شويه على محمد صلاح علشان هو مش انجليزي، وان الارقام دي، وان راجل بيسجل الموسم الرابع على التوالي اكتر من 20 جول، لو الارقام دي حققها لاعب انجليزي كان احتفوا بيه بشكل اكبر، ويمكن كانوا ابتدوا يزقوا لحد ما ياخد جائزه افضل لاعب في العالم. زي ما كان بيحصل مثلا مع هاري كين قبل كده لما كان يخلص هداف الدوري الانجليزي. طب كويس انت اخدتني بقى لصلاح بقى امير، يمكن ده موضوع ميسي، لكن خلينا اكلمك على صلاح. النهارده ما شاء الله هدفين امام وسهم وفوز 3-1، وبالتالي بيتقدموا بالثلاث نقاط دول للمركز الثالث بفرق نقطه عن مانشستر يونايتد. وبالتالي صلاح النهارده وهو بيحقق ارقام زي ما انت بتتكلم كده، ارقام متجدده بالنسبه لصلاح، متجدده بالنسبه لينا كمصريين وبنفخر بيها بصلاح، وكمصريين ومصري متواجد في الدوري الانجليزي. وضع صلاح والوضع بالنسبه له رايح على فين؟ هل لو فضل كده صلاح هيبقى اعظم لاعب في تاريخ انجلترا من وجهه نظرك في جزئيه المحترفين؟ انت عارف يا كابتن فاروق ان صلاح على بعد 15 جول بس من ان هو يبقى اعظم هداف افريقي في تاريخ البريمير ليج، وباقل من اكتر من 100 مباراه من ديدي دروجبا. يعني احنا كافارقه كلنا كنا يعني ديدي دروجبا ده كان بالنسبه لنا حاجه ما حصلتش ولا هتحصل. يعني بنتكلم عن ان كان نجم تشيلسي، وقد ايه عمل طفره في مستوى تشيلسي وقاده للعديد من البطولات. وافريقيا كلها كانت بتشعر بالفخر من دروجبا وبتصنفه من ضمن افضل اللاعبين في العالم. محمد صلاح على بعد 15 جول من انه يكسر رقمه ولعب اقل منه باكتر من 100 مباراه. ده بيوضح قد ايه ان محمد صلاح خلاص حط نفسه في مكانه مختلفه. محمد صلاح مش بس احنا بنقول ان هو افضل، ممكن يكون افضل لاعب افريقي في التاريخ، لا ممكن كمان من افضل اللاعبين في تاريخ العالم. لما نيجي بقى نتكلم في المستقبل ان شاء الله عن ان كان في بيليه ومارادونا وميسي ورونالدو، هنقول معاهم محمد صلاح. النهارده حتى يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي، ويمكن الناس كلها كانت متخيله ان يورجن كلوب زعلان من صلاح علشان ست ماتشات اللي خرج، وبعدين ست ماتشات ما بيجيبش جوان الراجل، فالنهارده ومع ذلك هداف الدوري الانجليزي لسه. صحيح. فالناس كلها كانت متخيله ان كلوب النهارده هيبقى مثلا بيتكلم عن ان والله محمد صلاح لما ركز لما اتحسن. طلع قال لك هو لاعب عالمي، هو ده الطبيعي يا جماعه. يعني محمد هو لاعب عالمي، وده اللي انا اصلا ببقى مستنيه منه في كل ماتش. في خلاص ان تحس ان محمد صلاح ما وصلش لدرجه ان اللي احنا كنا بنبقى فيها في الاول، لما بنبقى مبسوطين لما بيجيب جول، لما بيعمل ماتش حلو،
لما العالم لا خلاص ده بقى العادي. يعني احنا دلوقتي بنسال ايه ده، معقوله محمد صلاح النهارده مثلا ما حطش جولين ثلاثه؟ فمهما كان اسم المنافس زمان طبعا ما كانش الوضع كده، لان الراجل كان لسه بيثبت نفسه، واحنا ما كناش متعودين على اللاعب اللي بيسجل في كل ماتش جول واثنين وبيقدر ان هو يخلص السيزون الرابع والخامس والسادس بنفس المعدل التهديفي ده. فمحمد صلاح خلاص هو حط نفسه في مكانه مختلفه خالص. احنا دلوقتي محمد صلاح قدامه طريق من الاثنين، يا اما يكمل في ليفربول ويفضل بقى موجود ضمن الاساطير التاريخيه للنادي اللي الناس دايما بتتكلم عليها زي ستيفن جيرارد، او ان هو يختار ان هو يروح ريال مدريد او برشلونه علشان ينقل نفسه نقله ثانيه خالص، ان هو يبقى اللاعب اللي زي كده رونالدو. يعني رونالدو لما بيجي يتكلم ويقول له ايه الفرق ما بينك وما بين ميسي، بيقول ان ميسي قضى عمره كله في الدوري الاسباني، لكن انا رحت دوري انجليزي وتألقت، ورحت دوري اسباني وتألقت، ورحت ايطاليا وتألقت. محمد صلاح لو راح اسبانيا الراجل ممكن عادي جدا في المستقبل يقعد كده في فخر ويقول انا رحت ايطاليا كسرت الدنيا، رحت انجلترا كسرت الدنيا، ورحت اسبانيا وكسرت الدنيا. صحيح صحيح. فنتمنى له التوفيق طبعا. فريق من الاثنين. وانا اقول لك على حاجه، انا حاسس ان محمد صلاح لو كان خطوه ريال مدريد يمكن اكتر من برشلونه تحديدا، يعني خطوه ريال مدريد، لان ريال مدريد عنده مشكله في الجانب اليمين اللي بيلعب محمد صلاح وبيتالق فيه. لو راح محمد صلاح ريال مدريد اعتقد هو هيتنقل نقله كبيره جدا جدا، وهياخد الوضع اللي كان واخده كريستيانو رونالدو في ريال مدريد. لان في ازمه كبيره جدا في شخصيه ريال مدريد وفي اللاعب اللي بيقدر يسجل العدد ده من الاهداف من وقته لحين كريستيانو رونالدو. حتى ايدن هازارد راح بمشاكل فما قدرش انه يعمل ده. فدلوقتي لحد الوقت ده ريال مدريد بيمر بمشاكل وبيدور على اللعيب اللي يقدر يسجل اكتر من 10 و20 جول في الموسم. لو محمد صلاح عنده الفرصه انه يروح ريال مدريد اعتقد انها هتبقى نقله كبيره جدا في تاريخ محمد صلاح، وهتبقى البالون دور مش بعيده خالص. صحيح. يعني صحيح. اعتقد هتبقى اقرب واقرب كمان. صحيح. اشكرك امير، وطبعا خلال تواجدك امير عبد الحليم طبعا المتخصص في الكره العالميه والناقد الرياضي، ويعني طبعا سرد لاحداث مشكلة ميسي وعقده اللي تم تسريبه من خلال طبعا صحيفة الموندو، وبالتالي أيضا عن كلام عن صلاح وأرقامه القياسية اللي بيحققها من مباراة لمباراة، من سنة لسنة، من يوم ليوم. صلاح دائما فخر لينا، فخر لكل العرب. خلينا أقول لكم النهاردة بتنتهي